أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل تسليم الأوسمة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنحها لأعضاء لفريق الحرس الملكي بمناسبة إنجازهم المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة جبل إيفرست بجمهورية نيبال، وذلك صباح اليوم في الحرس الملكي بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، حيث تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتسليم وسام البحرين من الدرجة الثالثة والرابعة لأعضاء فريق الحرس الملكي، وهنأهم سموه على ما بذلوه من جهود مشرفة وما حققوه من إنجاز تاريخي بصعودهم إلى قمة جبل إيفرست بالنيبال، وذلك بقوة وعزيمة أعضاء الفريق الذين أظهروا شجاعتهم في جميع مراحل المهمة. وأكد سموه أن هذا الإنجاز المشرف ما كان ليتحقق لولا المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه برجال الحرس الملكي وما يقومون به من أداء واجباتهم الموكلة إليهم بكل احترافية وكفاءة وإخلاص مع إخوانهم من جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. حضر الحفل عدد من كبار ضباط الحرس الملكي. على جهودكم المبذولة في طول خدمتكم العسكرية، خير من يمثل وحدتنا، خير من يمثل ديرتنا في الداخل والخارج. يعني سيرتكم الذاتية أنتم بنيتوها بنفسكم، أنتم دائما تذكرون شاكول معنا فحيب تذكرونا دائما، ما كنت أقول لكم يعني اسمكم أنتم بتسطرون في التاريخ غصبا عن التاريخ، تنحتون أسماءكم في سجل مملكة البحرين،
القوة. طبعاً بأفعالكم بالسمعة دي اللي انتو كسبتوها والصيت هذا اللي أعطيتونا إياه كلنا إن احنا نفتخر في جنود مثلكم. البحرية كلها تفتخر، ولكن الملك الله طول عمره يعني حرص علي أن يوصل لكم تحياته بكل تقدير واعتزازه وافتخاره باللي انتم قمتوه. يمكن اللي سمعتوه منه كان شيء بسيط جدا، لكن اللي انا اسمعه بشكل يومي عند ضيوفه وعند المسؤولين وعند ربعه يتكلم باللي انتم قمتوه بشكل تقريبا يوم. فهذا جميل بسيط نقدر احنا نرده للبلد، وانتم عز الله انكم ما قصرتوا، وان شاء الله منها للاعلى. ولا اوصي تذكرون اول يوم قلت لكم قبل لا تسافرون الى قمه ايفرست، اخر شيء قلت لكم اياه وانتم صاعدين للقمه في الفتره دي كلها 79 يوم اللي انتم قضيتوها، لا تفكرون في القمه ولا تفكرون في الصعاب، فكروا شو بتقولوا للناس لو رجعتوا البحر. فكروا في قصص النجاح، فكروا في الهام الناس، شنو هي معنى المغامرة، شنو هي معنى روح الفريق الواحد، شنو هي معنى المواصلة مهما كان الصعب. الصعب أمامك يبين لك أنه مستحيل. هذه كلها جمعوها كأفكار، لأن عندنا لكم برنامج طويل سواء إذا كان إعلامي ولا زيارات ولا محاضرات. نبي على الأقل كل واحد منكم يطلع لنا واحد مثله، تكون إن شاء الله بحرين. قواكم الله.